الحاضرين معنا في الندوة، ونحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام نعتبر أن الإعلام والصحافة لها دور مهم وبارز في قضية مكافحة الفساد، في قضية تخليق الحياة العامة، في قضية تصدي أو فضح كل مظاهر الريع والرشوة والفساد في بلادنا، فهي سلطة مضادة تقوم بأدوارها في هذا الجانب. طبعا أول يعني من الملفات البارزة والكبيرة التي يتابع الرأي العام الوطني بل وحتى الصحافة الدولية باهتمام هو ما يتعلق بالشبكة التي تم تفكيكها مؤخرا، تتعلق بقضية الناصري وبيوي رئيس جهة الشرق والناصري رئيس المجلس الإقليمي للدار البيضاء، وهما أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة. هذه القضية التي تفككت خطورتها ليس فقط في طبيعة الأشخاص، خطورتها أن الفساد انتقل إلى مستويات أخرى. فبعد ما كنا نتحدث عن الفساد في الصفقات العمومية، اختلاس أموال عمومية، الرشوة، انتقلنا إلى مستوى أخطر، هو أن هذه الشبكة وضعت يدها في شبكات أخرى تتعلق بالتجار الدولي في المخدرات، وهنا تصبح الخطورة، هنا تصبح الخطورة على المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى السياسي. هذه الشبكة التي تجاوزت الحدود وانتقلت إلى مستويات أكبر بامتدادات ربما خارجية، لأنه المالي المعتقل يقال أنه مالي جنسية مالية، وبعض التقارير الصحفية تحدثت عن أصوله الجزائرية، وبعض المعطيات وبعض التقارير تحدثت على أن شركة بيوي فازت بواحد جدار ما بين وجدة والجزائر، وأن داخل الجدار استعمل كمنفذ لتمرير المخدرات. البحث الذي فتح تبين على أن هذه شبكة كبيرة، وأن الملف لا زال حبلة بالمفاجآت، حبلة بالمفاجآت من حيث طبيعة الأشخاص، من حيث الوقائع، من حيث المعطيات، من حيث الأسئلة التي ستطرح. هو سؤال من صنع بيوي بماضي إجرامي، حزبه يتحدث على أنه غير معروف، لكن سوابقه القضائية هو في فرنسا متورط في قضايا جنائية. كيف لهذا الشخص في هذا السن بهذا المستوى الثقافي والاجتماعي أن يراكم الثروة بهذا الشكل؟ تتحدث الآن اليوم على أنه هناك شواهد الملكية ما يفوق 180 عقار لبن دابا برسوم عقارية. كيف أن هذه الشبكة أرادت أن تسقط حتى زوجة البيوي في الفخ من خلال فبركة ملف قضائي يتعلق بالخيانة الزوجية؟ إذن هذه الشبكة تداعياتها السياسية والاقتصادية وخطورتها في نفس الوقت. هنا نقول في الجمعية المغربية لحماية المال العام، لما كنقولوا الفساد يهدد الدولة والمجتمع، ليست عبارة إنشائية، هذا رئيس جهة الشرق والآخر رئيس مجلس إقليمي ديال عاصمة اقتصادية، والآخر رئيس ديال الجهة على الحدود مع الجزائر. إذا لما تطورت مثل هذه الشخصيات في مثل هذه القضايا، وأكيد أن هناك شبكة أخرى تحدثت للصحافة عن إسكوبار آخر في الغرب، وأكيد أنه سيظهر إسكوبارات آخرين في مناطق أخرى. هنا نتحدث عن السفينة، هل هذه الشبكة بإمكانها أن تغرق السفينة الدولة والمجتمع؟ من هنا تأتي ضرورة
الحزم والتصدي لشبكات ومافية الفساد. هي لا تختلف أيضا عن الشبكة التي تحدث عنها الأخصى في الدين في العطاوية اللي قامت بتهجير 52 شخص لم يعد أحد إلى حدود اليوم. هي شبكة للتجار في البشر. هذه الشبكات التجار في البشر والتجار في المخدرات واختلاس أموال عمومية وتكوين ثروات مشبوهة والاختباء في بعض الأحزاب السياسية وتولي بعض المسؤوليات العمومية، ألا يشكل ذلك خطر على الدولة وعلى المجتمع؟ دورنا هو أن ندق ناقوس الخطر، ناقوس الخطر، لأن بإمكان السفينة أن تغرق، وقبل أن تغرق لا بد لكل الأجهزة الأمنية والقضائية وكافة المؤسسات أن تكون حازمة مع هذه الشبكات ومع هذه المافيات. هي مافيات تستغل السلطة، تستغل العلاقات الأخطبوطية من أجل العبث بمصالح العليا للوطن، من أجل العبث بالاستقرار وبالسلم الاجتماعي. قيل بأن الناصري اقترح وزير التعليم العالي، هو من اقترحه، وأن ابن الناصري يشتغل في ديوان وزير التعليم العالي، وأن فيلا تعود للناصري تمارس فيها أشياء متعددة. هذا الشيء كله تقال، ليس للحدود الآن أي تكذيب لهذه القضية. السؤال المطروح، كيف تمكن وزير التعليم العالي بماضيه المعروف وبدون كاريزما وبدون تاريخ أن يكون وزيرا؟ كيف تمكن عبد اللطيف وهبي وهو في علاقة مع الناصري وبيوي كمحام كان يدافع عنهم، كيف تمكن عبد اللطيف وهبي أن يكون وزيرا؟ يعني هذه حكومة، هل هذه حكومة تلاحق فضائح الفساد في كل مكان؟ المغاربة اليوم لما خرجوا الناس ديال التعليم ما تقف تحد، لم يثقوا في أي أحد بما فيهم وزير التربية الوطنية الذي كان رئيسا للجنة النموذج التنموي. لم يستطيعوا هؤلاء، لا أحد منهم استطاع أن يقنع رجال ونساء التعليم بالعودة إلى المدارس. أتعرفون لماذا؟ لأنه ليست لهم درة من المصداقية، لأنهم ينكتون الوعود في كل لحظة وفي كل دقيقة. ولذلك فإن النساء ورجال التعليم لم يثقوا في هؤلاء. إذن هذه الثقة المهزوزة في المؤسسات مصدرها مثل هذه الفضائح والمصائب، أن يصبح المراوي وزيرا للتعليم العالي وأن يصبح عبد اللطيف وهبي وزيرا للعدل. هذه قمة الفضائح، هذه الحكومة التي تجر وراءها العديد من الفضائح. أيضا هذا اللوبي الذي يشتغل اليوم، ذكرونا عبد اللطيف وهبي لما قال بأن جمعية حماية المال العام لا يجب أن تقدم شكايات، أليس هذا التصريح امتداد لهذه الشبكات؟ أليس تصريح وزير العدل امتداد رجع صدى، هو رجع صدى لهذه الشبكات التي تم تفكيكها مؤخرا؟ كيف لوزير العدل في حكومة تقول على أنها ترفع شعار الدولة الاجتماعية، كيف له أن يقول في البرلمان وبصوت مرتفع أن الجمعيات حماية المال العام يجب أن تمنع من تقديم شكايات إلى القضاء، وأن الوحيد المؤهل هو وزير الداخلية، ووزير الداخلية يعمد إلى حرمانية في الجمعية منذ 2014 من وصل الإيداع النهائي، في الوقت الذي هناك جمعيات متورطة في اختلاس وتبديل أموال عمومية، آخرها فضائح ديال فاس اللي تورطت في اختلاس ديال أموال ديال أوراش،
وقيس على ذلك واحد العدد ديال الجمعيات من هذه الشكلة. وهناك جمعيات أخرى الاسم ديالها فيها فقرة حقوق الإنسان وحماية الثروة والمال العام ومحاربة الفساد والرشوة إلى آخره. كل هذه الجمعيات لها وصل الإيداع. وزير الداخلية يرفض أن يسلم الجمعية المغربية لحماية المال العام وصل الإيداع النهائي. لماذا؟ لأن اللوبي المتحكم اليوم والشبكة اللي تم تفكيكها النصيري وبيوي وشبكات أخرى، سيأتي الوقت ليتم تفكيك هذه الشبكات، يتضح أنها تضغط باش يبقوا بوحدهم في المجتمع، ما بقاوش الرقابة المدنية، ما بقاوش المجتمع المدني حي يقين، بقاو مجتمع مدني تحت الطلب، ما بقاوش مجتمع مدني ينتقد يحذر ينبه يحتج إذا اقتضت الضرورة. بقاو الفراغ، بقاو الفراغ باش إلا كان شي حاجة ما كاينش الوساطة، ما كاينش البارشوك.